طريقة الانضمام للبطولات على تطبيق تيم اب. اول شيء تدخل على الرابط الموجود بالوصف اسفل الفيديو، رح يوديك على هاي الصفحة، فيها ثلاث روابط. الرابط الاول لتحميل تطبيق تيم اب اذا كنت عم تشارك معنا للمرة الاولى، الرابط الثاني للانضمام للبطولة، والرابط الثالث جروب واتس اب خاص بالبطولات اذا حبيت تنضم معنا. انا بطبيعة الحال محمل التطبيق، رح اختار رابط الانضمام للبطولة، بختار فتح الرابط من خلال تيم اب مثل ما ظاهر عندكم، وبعدها رح ياخذني على صفحة البطولة ضمن التطبيق. هون رح تلاقي كل التفاصيل الخاصة بالبطولة، الجوائز، قوانين اللعب، واخر شيء زر الانضمام. بعدها في المرة الاولى عليك انك تنشئ فريق، وهي خطوة مرة واحدة فقط. انا انشأت فريق من قبل، رح اختار التالي. بعدها إضافة رقم الهاتف، هي خطوة اختيارية. بعدها المختار التالي، وهيك مبروك تم التسجيل في البطولة بنجاح.